سبحانه وتعالى أمر بالتفكر في مخلوقات الله، أن نتفكر في مخلوقات الله. الله حشكم أمر بتفشاش تيب شغري فحاش، الله حشكم تغجاخن تيب سنو عبد يقول شسنو شسخدخن. ومنها التفكر في خلق هذا الحيوان الإبل الجمل. نس مبسوش حم تيقول شسنر مبسوش حم يزخت الجم مناخشم بزخفجم شسخدخنر. يتحمل درجات حرارة مرتفعة جدا إلى أكثر من 50 درجة. ماخشم خابر خاب زو يشج شنقه وديزج زخو باغر يشج. يستطيع أن يسير أحيانا يعني مسافات طويلة دون أن يحتاج إلى الماء. شبا جيجهم نوسف قامو فوقو غوغوانش خوزا بيشف بسي مفو. يخزن الماء فوق هنا في سنامه. يغور بم تيج شزاكو يحسر في بس. فسبحان الله، ألا يدل هذا المخلوق على وجود خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى؟ أبترزو ويقوب شسمة بيزا خفيجة مشتجة ويقوب شسمة أبو وغثاء وقع على الله حشو وزيزاق وزيغرو ينم قزري غجار.